لكل المهتمات بالعناية بالبشرة والجسم بالطرق الطبيعية. حضرتكم اليوم وصفات للجسم والوجه من أجل إزالة التصبغات والبقع الداكنة من الجسم والوجه والتجاعيد، لإزالة السواد الركب والكوعين، الإسمرار الموجود في الجسم الناتج عن الإهمال، المناطق الداكنة في أماكن الصلاة في الركب أو الكعبين أو عظمة يعني الأرجل، الحبوب الموجودة في الظهر في الجسم والتصبغات الموجودة في الوجه والبقع والندوب والتصبغات الناتجة عن الإهمال. اختاري أي نوع من الصابون المناسب لنوع بشرتك، سواء صابونة دوف أو صابونة وجه القمر تباع عند العطار، أو أي نوع صابونة يعني مفتحة للون مناسبة لنوع بشرتك، سواء صابونة طاوس أو صابونة مرساي، أي نوع يعني من الصابون مناسب لك استعمله. نضيف إلى الصابونة المبشورة الماء المغلى يعني الساخن مقدار كوب صغير، نضعه في حمام مائي ساخن ثم نضيف له كوب صغير من الحليب وهو في حمام مريم طبعا، نقسم الخلطة إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول نضيف له ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، أي نوع زيت زيتون موجود عندك. ونضيف له نشاء الذرة المايزينا الكورن فلاور ملعقتين كبيرتين، ونضيف ملعقة كبيرة من دقيق الأرز الرز المهروس، ونعصر عليه إما عصير ليمون الحامض أو عصير البرتقال أو ماء الورد، لكنا الاختيار. بعد ما تتحصلي على قوام كريمي يوضع في برطمان، يخبأ في الثلاجة البراد وصالح للاستعمال حتى تنتهي الكمية. إذا استعملتموه للبشرة يستعمل كغسول البشرة اليومي الصباحي أو المسائي، اغسلوا به الوجه جيدا، اتركوه فقط لدقيقتين واشطفوا البشرة، رشوا ماء الورد وقوموا بترطيب البشرة بعد ذلك، استعملوه كغسولكم اليومي الصباحي أو المسائي. أما إذا استعملتموه للجسم ادهنوا به كل الجسم حتى يتشربوا تماما، خصوصا على منطقة الركب والأكواع، اتركوه لمدة ساعة كاملة ما يغسل الجسم عادي بالماء ويرطب. الطريقة هذه تستعمل مرتين ثلاثة في الأسبوع للجسم، أما للوجه يوميا. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية، نأخذ الجزء الثاني من خلطة الصابون المذابة، نضيف لها زيت اللوز الحلو ملعقتين كبيرتين، ونضيف ملعقة من العسل الطبيعي الصافي الأصلي، يمكن الاستغناء عنه إذا كان غير متوفر. ونضيف دقيق الحمص هذا الذي يظهر في الصورة، يباع جاهز مطحون. ونضيف دقيق الأرز
ونعصر عليه عصير ليمون حامض أو عصير البرتقال. هذه الكمية صالحة للاستعمال حتى تنتهي، خبوها في باب الثلاجة البراد. اغسلوا بها البشرة صباحا في مكان غسول البشرة اليومي أو في مكان الصابون، هي لها مفعول أفضل من الصابونة، لا تجفف البشرة. ضعوا رغوة للوجه والرقبة، اغسلوا بها لدقائق واتركوه لدقيقتين يرتاح، ثم اشطفوا الوجه ورشوا ماء الورد ورطبوا بعد ذلك. هذا إذا استعملتموها للوجه، أما للجسم نفس طريقة الوصفة الأولى، يدهن على كل الجسم، على الركب، على الأكوع، على الظهر، على كل الجسم، ويترك لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الجسم عادي. تطبق العملية هذه يوم إيه ويوم لا، تلاحظوا نتائج ممتازة للجسم والوجه. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية. هذه الوصفة لا تصلح للبشرة، للوجه، هذه فقط للجسم، للركب، لسواد الركب، يعني الاستمرار الناتج عن الإهمال في الركب، على الأكوع، تصلح للظهر، لحبوب الظهر، لحبوب الجسم، لسواد الجسم. نفرغ عليها ملعقة من ماء الأكسجين رقم 10، يباع في الصيدلية. نضيف لها زيت الزيتون العادية. إذا توفرت عندكم جل الألوفيرا ضيفوا ملعقة، هي ممتازة في الوصفة. إذا لم تتوفر استغنوا عنها أو استبدلوها بجل بذور الكتان. ونضيف لها نشاء الذرة، الميزينا، الكورن فلاور. تطبق الخلطة على الركب، على الأكوع، على الجسم، على الظهر، لا تطبق على الوجه، ممنوع وضعها للوجه لأنه أخاف أن يتحسس منها الوجه لأنه فيها ماء الأكسجيني. تخلط جيدا وتطبق على الركب، على الأكوع، على الجسم، على سواد كل الجسم. تترك لمدة نصف ساعة إلى 35 دقيقة ويغسل المكان جيدا ويرطب، ضروري من الترطيب. هذا الوصفة استعملوها مرتين في الأسبوع، ممتازة نتائجها. هي موسوعة من الخلطات في قناتي، نتمنى تجربوها وتدوموا عليها وتكتبوا لي آراءكم في التعليقات. نتمنى تشتركوا في قناتي هذه وقناتي الثانية الرئيسية عالم هبة، وتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك. نترك لكم الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت، فضلا وليس أمرا أخواتي. شكرا بزاف وسلام.